السبب في الميداليه دي، وانا مش لاقي حاجه اقولها بجد من كتر ما انا مبسوطه يعني. والله المباراة دي كانت طبعا بالنسبة لي مهمة جدا جدا، يعني البنت دي تصنيف اول الرانك وانا وراها على طول تاني الرانك، ماتش بيبقى حساس جدا جدا، كان ليه حساباته وسياساته على الملعب طبعا. يمكن اغلب الناس شافت المشكلة اللي حصلت في التحكيم وسوء التحكيم اللي حصل على الملعب ادى لان ربنا ما اراش ان انا اكسب الماتش. الكلمة دي طلعت من قلبي لان انا كنت قاعدة اليوم اللي قبله مع كابتن محمد عبد الرجال، وكنت وعدته ان انا هجيب له ميدالية ذهب، فكنت زعلانه ان انا نزلت من غير ما ابقى جبتها له، بس يعني الحمد لله ربنا رضانا برضو. انا سعيده جدا جدا بالبرونز، ويعني اللي حصل في اليوم ده من ظلم في التحكيم خلى ان الملعب بعد كده تاني يوم يتظبط وقدرنا كلنا نفرح بالميداليه الذهب تاني يوم الحمد لله. كنت موجوده طبعا، دول صحابي وزمايلي واخواتي، وكان لازم طبعا واقفه جنب فريال وموجوده معاها، والحمد لله ربنا فرحنا كلنا واضاف ميداليه جديده للكاراتيه. والله طبعا يعني هي الستات بتثبت وجودها في كل مجال، ومش بس في الرياضه، في كل المجالات التانيه، وانا سعيده ان الستات بقى ليها دور كبير جوه المجتمع دلوقتي، وبقى ليها دور مؤثر، يمكن بقى ليها دور زي الراجل تقريبا بالظبط، ودور حيوي. سعيده ان مثلت جزء بسيط من انجازات المراه في المجتمع اللي احنا فيه، و يعني الستات جامدين برضو. والله انا لحد دلوقتي مخضوضه من الاستقبال بصراحه، يعني ما كنتش متخيله ان الاستقبال هيبقى بالحجم ده، او كل الناس دي هتيجي. يعني كنت متوقعه ان اكيد صحابي هيجوا، اهلي هيجوا، بس كل الناس اللي انا شفتها في المطار دي، وكل الناس اللي جت لحد هنا علشان خاطر تبقى واقفه معايا في يوم زي ده، يعني بجد حاجه مبهره وحاجه جميله جدا جدا، اسعدتني فعلا. يعني انا دلوقتي اقدر اقول ان فرحتي بالميداليه كملت، ان انا مش بس انا اللي فرحت بيها، انا شاركت بيها الناس كلها اللي كانت موجوده. وطبعا يعني فخامه الرئيس مش بس بيدعم الرياضيين، هو بيدعم الشباب بشكل عام في الفترة الأخيرة، الشباب بقى ليهم دور كبير جدا جدا بسبب فخامة الرئيس، بهدي له الميدالية وبهديها ل 100 مليون مصري. جيانا، حمل علم مصر في ختام الدورة الأولمبية بهذا الحجم، يعني حسيتي ازاي وانت نازلة أرض الملعب بتاع الاستاد الأولمبي؟ يمكن خبر إن أنا كنت هشيل علم في حفلة الختام ده كان بالنسبة لي يمكن أحلى من الميدالية بكتير، حاجه مشرفه جدا جدا ان بلدك تختارك ان انت اللي ترفع علمها، ده شيء كبير جدا بالنسبه لنا كرياضيين، ان انا اخش كبنت شايله علم بلدي قدام العالم كله، يعني بجد كان يمكن هو ده، انا بقول ان هو ده التكريم اللي حصل لي هناك بعد الظلم اللي تعرضت له في المباراه اللي انا خسرت فيها. يعني كان في كومنت قريته على الفيسبوك ظلمها التحكيم وبلدها نصفتها، وده حقيقي. طبعا هبدا الاول بست الكل، يعني اللي ما يعرفش انا عندي 26 سنه، انا بدات كاراتيه من وانا عندي 6 سنين، يعني بقالي 20 سنه بلعب، في ال 20 سنه امي معايا في كل التمارين لحد دلوقتي، لحد وانا كبيره بتيجي تحضر معايا التمارين، بتيجي تقول رايها الفني، يمكن هي عندها خبرات دلوقتي في الكاراتيه عاليه جدا جدا. هي سبب ورا كل حاجه حلوه في حياتي، مش هي بس، عيلتي كلها، اخواتي ووالدي وخطيبي واهل خطيبي. حابه طبعا يعني اشكر برضو اختي اللي جايه مخصوص من كندا عشان خاطر تبقى موجوده معايا، واخويا طبعا اللي سايب، هو فين؟ سايب رحله الطيران بتاعته وجاي عشان خاطر يبقى معايا في يوم زي ده. طبعا هنتقل بقى من عيلتي لعيلتي الثانيه، مدربيني، اللي انا بقول ان لو في حاجه انا طلعت بيها من الكاراتيه فهي مش الميداليات ولا الانجازات ولا اي حاجه، انا طلعت بمدربين اللي انا بعتبرهم يعني اكتر من مجرد مدربين، هم عيلتي فعلا. كابتن محمد عبد الرجال ابويا اللي مربيني، وهو صاحب الفضل بعد ربنا في اي نتيجه انا جبتها. كابتن عمرو سعد مدرب الفتنس اللي حقيقي حقيقي لحسني البلاط يعني الحمد لله ان هي جابت بفايده. طبعا في كمان المعد النفسي دكتور محمد صفي،
تعب معايا الفتره اللي فاتت جدا، يمكن تقريبا طلعت عينه بقى، اللي هو دكتور اصحى الفجر انا دلوقتي نفسيتي تعبانه كلمني دلوقتي. كان ليه دور كبير جدا جدا في البطوله اللي معايا اللي فاتت، وكان كمان في دكتور التغذيه دكتور مصطفى ودكتور احمد الصاوي دكتور الاصابات. احب اشكر الناس دي كلها. شكرا.